مرحبا أصدقائي، بس بدي لكم على شغلة. الناس اللي عم تقول إنه نحن شو بدنا نميز بين لحمة البقر أو لحمة الخنزير، ممكن تحكي لنا أو شيء؟ فأنا هلا هون، هلا شوفوا، رح أقلب الكاميرا وشوفوا شلون بتميزوها. هلا هون اللحمة لما تشوفوا مكتوب روندر، أوكي، مثلا روندر فليس، هي مو فليس، هي لحمة فليس، هي لحمة يعني فليس، روندر انه بقر خلص، وبتشوفوها غامقة، اوكي، روندر خيهات، اوكي، هاي بتكون بقر. اما لما او في منهم احيانا بيكون مرسوم صورة البقرة مثلا هون، وجه البقرة او شيء. اما اذا الخنزير بتكون مثلا هيك فاتحة، لون فاتح، اوكي، وبيكون مكتوب عليها فاركن فليس، فاركن فليس، او بيكون مرسوم عليها الخنزير مثلا، اوكي. فهون بتكون تنتبهوا كتير منيح بين الغامقة وبين الفاتحة، هاي اوكي الروندر، روندر فليس يعني البقر. هون مثلا همبرجر، روندر همبرجرز يعني لحمة الهمبرجر، ماشي اصدقائي؟ فبدكم تنتبهوا كتير منيح لهاي النقطة. اوكي، موضوعنا بس عن اللحمة، ويلي بيحب كمان تفاصيل أكتر يا ريت يكتب لي بالتعليقات. أوكي أصدقائي، على السريع الفيديو لهون بيكون خلص. تحياتي، باي باي.